أهالي محافظة الوادي الجديد ملحقوش يفرحوا بالعيد. حصلت واقعة مؤسفة جدا جدا في محافظة الوادي الجديد، واللي شهدتها المحافظة بالأمس الثلاثاء في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. يمكن استيقظ محافظة الوادي الجديد وتحديدا أهالي مدينة الخارجة على حادث صادم جدا، واللي يعد دخيل على المجتمع الواحاتي في المحافظة. فوجئ الأهالي ب يعني تسمم أسرة أو وصول أسرة كاملة إلى مستشفى الخارجة التخصصي لأم وأطفالها الثلاثة. أم وأطفالها الثلاثة أعمارهم تتراوح ما بين سنة وستة أشهر إلى 5 سنوات، يعني أعمار صغيرة جدا جدا للأطفال. 3 أطفال من ظهور أبناء مدينة الخارجة بالمحافظة، أطفال لسه براعم صغيرين للأسف تم أو تسمموا، راحوا المستشفى في حالة تسمم كبيرة أو تسمم حاد أدى بحياة الأطفال الثلاثة ووالدتهم على الفور. يمكن الأم أو هذه الكارثة حصلت في تمام الساعة 9 صباحا من يوم الثلاثاء بالأمس. تفاجئ الأهالي إن هم استيقظوا الصبح ليه أم وأطفالها الثلاثة تناولوا مادة غير معلومة حتى الآن. طبعا بناء على تقارير الطبيب الشرعي اللي هو هيحدد من خلال الجثث اللي تم وجودها في أو داخل مستشفى الخارجة أو مشرحة مستشفى الخارجة العام، وهي موجودة حاليا في مشرحة المستشفى. يمكن من الوقائع الغريبة على المجتمع الواحاتي، هنسرد لحضراتكم كل التفاصيل بداية من الواقعة وإيه اللي حصل والتفاصيل كاملة معانا لحظة وصول الأم. في الزوج يعمل فران داخل أحد الأفران بمدينة الخارجة، فرن عيش بلدي عادي جدا. بدأ يروح لشغله الساعة 3 الفجر، بدأ يتحرك على شغله، لكن هو فوجئ بسماع خبر غير محمود طبعا بالنسبة له. لغوه تليفونيا، قالوا له الحق أولادك موجودين أو مسممين وموجودين داخل مستشفى الخارجة العام. هو ما كانش يعرف إن هم اتوفوا، لكن بمجرد وصوله إلى موقع الحادث فوجئ إن زوجته وابنته الصغيرة لؤلؤة، زوجته ميادة ناصر وابنته الصغيرة لؤلؤة طارق عندها أو عمرها 1 سنة و6 أشهر، فوجئ بهم ان هم متوفيين. وبمجرد مثوله امام التحقيقات شعر بصدمة كبيرة جدا جدا، فطبعا اغمى عليه نتيجة لانهيار عصبي حاد ادى الى اشتباه في جلطة، وتم نقله الى العناية المركزة بمستشفى الخارجة التخصصي. كان الطفلين الآخرين كانوا ما زالوا على قيد الحياة، وتم تحويلهم فورا لمحاولة إنقاذ هذين الطفلين. مالك عمره 3 سنين، وكمان كانت معاه جنى عمرها 5 سنين وهي الطفلة الكبرى. للأسف حاولوا محاولات كثيرة لإنقاذ حياة جنى وكمان إنقاذ حياة الطفل مالك، ولكن للأسف توفاهم الله. جنى من الطفلة الكبيرة، الأم شابة عمرها 24 سنة فقط، والزوج عمره 30 سنة، يعني شاب وشابة في مقتبل عمرهم، مخلفين أطفال لسه براعم صغيرين أعمارهم لا تتجاوز 5 سنوات، بداية من 1 سنة و6 أشهر إلى 5 سنوات بالظبط. مالك 3 سنين، جنى 5 سنين، كمان لؤلؤة عمرها 1 سنة و6 شهور.
وصلوا المستشفى طبعا في حالة تسمم حاد جدا. الأم دخلت العناية المركزة علشان يحاولوا ينقذوها في البداية، ولكن للأسف كل المحاولات باءت بالفشل. تم تحويل الطفلين مالك وجنى إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمحاولة إنقاذهم، طبعا بين محافظة الوادي الجديد وبين أسيوط 3 ساعات، حوالي 230 كيلو ما بين محافظة الوادي الجديد إلى محافظة أسيوط. يمكن الأطفال صمدوا حتى الساعة مساء، ولكن لم يستطيع أحد إنقاذ الطفلين وتوفوا في الحال. تم نقل الجثث بالكامل إلى مستشفى الخارجة العام لإجراء كافة التحقيقات من النيابة العامة، بالإضافة لكده تحويل جثث الأطفال والأم إلى الطبيب الشرعي لمحاولة فحص المادة التي تناولوها، والغير معلومة حتى هذه اللحظة. يمكن أو الزوج حاليا تماثل إلى الشفاء ويخضع حاليا إلى إجراءات الخاصة بالتحقيق في الوقت الحالي.